ازيكم؟ في الفيديو ده هنشرح بالتفصيل الجراف اديتور وهنعرف ازاي بنشتغل بيها وايه الكونسبت بتاعها في التحريك، مش مجرد بس اقولك ازاي تستخدمها، لا انت هتفهم ايه وظيفتها وليه احنا اصلا بنستخدمها. فيلا بينا نبدا الفيديو. وقبل ما نخش على برنامج الافتر افكتس ونبدا الشغل بتاعنا، انا جايب لكل اللي بيتفرج على الفيديو ده هديه. الهديه دي عباره عن خصم 25% من موقع يتعلم على كورس الموشن جرافيكس اللي عندهم كورس موشن جرافيكس قوي جدا، بيعلمك كل حاجه من الصفر لحد المستوى اللي انت تقدر تشتغل من بعده، وكمان بيعلمك ازاي تقدر تسوق لشغلك وازاي تجيب العميل وازاي تتعامل معاه وكل التفاصيل دي. فهو بصراحه كورس قوي جدا ولم كل حاجه، يعني كمان في تحريك الشخصيات وتجهيزه للتحريك وفي كل حاجه تتخيلها تخص الاساسيات اللي تخليك تقدر تنافس في السوق. الخصم ده هتاخده عن طريق برومو كود، البرومو كود اللي هو سمعه 99، هسيبه لكم تحت هنا في الشاشه كده. سمعه 99 سعر الكورس الاساسي 70 دولار، وبعد الخصم هيبقى حوالي 52 دولار. 52 دولار يعني تقريبا 825 جنيه مصري. بالنسبه لطرق الدفع، في باي بال وفي فوري وفي امان وفي فيزا وفي ماستر كارد وفي فودافون كاش، يعني تقريبا كل الطرق بتاعه الدفع متاحه. وكمان من مميزات الكورس انك بعد ما بتشترك فيه بيجيلك ايميل، الايميل ده بيبقى فيه لينك جروب، الجروب ده بيبقى برايفت خاص بالناس اللي هي مشتركه في الكورس بس، فيبقى فيه مطابعه واسئله وبيبقى فيه كل حاجه معاك، يعني ما تقلقش من حاجه زي كده. فانا هسيب لكم لينك الكورس تحت في الديسكريبشن، ويلا بينا كده على برنامج الافتر افكتس عشان نبدا نشوف هنشتغل ازاي النهارده. اول حاجه عشان ابدا اشرح هعمل لكم بس خلفيه سوليد، تمام، واقفل الخلفيه من هنا، وبعد كده اروح اعمل مربع. المربع ده انا هعمل له كي فريم بوزيشن، هدوس على حرف البي فور بين، بعد كده هدوس على الستوب واتش، وبعد كده هطلع 10 فريمات قدام، هدوس كنترول وشيفت والسهم اللي هو ناحيه اليمين، هيطلع معايا 10 فريمات. هعمل كي فريم تاني، وبعد كده اروح جايب الحركه اخليه يتحرك هنا، تمام. بصوا احنا بعد ما عملنا كده لو جينا دوسنا على الشيب بتاعنا هنلاقي ان في خط اهو، تمام. المسافه بين الكي فريم ده للكي فريم ده اسمها تايمينج، يعني ده التايم بتاعك اللي انت حركت فيه، تمام. بالنسبه بقى للنقط اللي هنا دي السبيسنج بتاعتك، يعني ايه؟ يعني المسافات اللي اتحرك فيها المربع بتاعك، يعني المربع بتاعك ده ما اتنقلش مره واحده من هنا لهنا، لا هو بيتدرج، بيتنقل بالتدريج، بيتنقل في خلال 10 فريمات. ففي نقط هنا كل نقطه بتعبر عن فريم، فالنقط دي المسافات بتاعتها متساويه، يعني انت لو جيت قست من هنا لهنا هتلاقي هو من هنا لهنا، وهتلاقي المسافات متساويه، تمام. ده معناه ايه؟ معناه ان الحركه منتظمه في كل الفريمات اللي موجوده، يعني كل الفريمات اللي ماشي فيها المربع هي منتظمه ما فيهاش اي مشكله. فلو جينا شغلنا كده دوسنا سبيس هنلاقي المربع بيتحرك عادي جدا، تمام. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنكرر بس المربع ده، هندوس كنترول دي اللير هيكرر معانا، وبعد كده هندوس حرف اليو عشان نجيب الكيهات اللي موجوده، وهندوس هنا على البوزيشن هنعمل له كليك وننزل تحت كده بيه، وبعد كده نحدد الكي فريمين دول وهندوس كليك يمين ونختار كي فريم اسيستنت، وبعد كده نختار ايزي از. دلوقتي لو جينا شغلنا هنلاقي ان هما مش ماشيين مع بعض، يعني المستطيلين مش ماشيين مع بعض، ولكن التايمنج بتاعهم متساوي، يعني زي ما بدأوا من هنا هينتهوا هنا، هما مدتهم في الحركه 10 فريمات فهم ما اتغيروش معانا خالص، يعني زي ما بدأ من هنا انتهى من هنا. طب الفرق في ايه؟ الفرق هنا في المسافات السبيسنج بين كل فريم والتاني، تمام؟ يعني هو في اول فريم كان ضيق جدا، كل ما المسافه دي ضاقت كل ما الحركه بقت ابطا، وكل ما وسعت كل ما الحركه بقت اسرع. فلو هنلاحظ كده ان المسافه هنا كانت ضيقه وبعد كده وسعت بالتدريج لحد ما وصلت هنا اوسع حاجه، بعد كده رجعت تتدرج تاني بالتدريج لحد ما ضاقت. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الحركه بتاعتنا بدات بطيئه وبعد كده سرعت وبعد كده رجعت بطيئه تاني بالتدريج. فلو حددنا الكي فريمين دول ودخلنا على الجراف اديتور هنلاقي ان فعلا ده موجود في الجراف اديتور، يعني كده معناها ان الحركه بتطلع بالراحه لحد ما تطلع فوق في القمه كده هي سريعه، تمام، وبعد كده بتنزل تاني بالتدريج. فالجراف اللي بالشكل ده معناه ان الحركه بتبدا بطيئه وبعد كده بتسرع وبعد كده ترجع تاني بطيئه بالتدريج، تمام. طيب لو انت اصلا لسه مبتدئ في البرنامج فانت لو دخلت على الجراف اديتور مش هتلاقي الجراف بالشكل ده، لازم تتاكد انك لو دايس كليك يمين هنا مختار الايديت سبيد جراف. الايديت سبيد جراف ده الجراف اللي هو متحكم في السرعه، وانت هنا عايز تتحكم في السرعه فلازم تكون مختار ده. فانت غالبا اول ما بتسطب البرنامج بيبقى جايب لك على الفاليو ده، يعني بيبقى جايب لك الجراف ده، فلا مش ده اللي احنا محتاجينه، مش ده بتاع السرعه اللي احنا بنستخدمه. فانت هتدوس كليك يمين هنا وهتختار ايديت سبيد جراف. فاحنا نقدر نطلع استنتاج دلوقتي ان التايمنج اه ثابت، ولكن الفرق هنا السلو ان والسلو اوت، يعني البدايه بدات بطيئه وبعد كده سرعت وبعد كده رجعت بطيئه تاني، على عكس اللير الاول هو الحركه بتاعته كانت منتظمه والمسافات كانت متساويه، تمام. دلوقتي بقى نكرر اللير الاول ده تاني كمان مره، هندوس كنترول دي هيتكرر معانا، تمام. بعد كده ندوس حرف اليو عشان نجيب الكي فريمز المحطوطه، وهندوس هنا وهنبدا ننزله تحت. بصوا وانا بنزل بدوس شيفت عشان ينزل في نفس المستوى كده، احنا نزلنا المربع بتاعنا عادي، تمام.
هنطلع بس اللير ده نخليه التالت فوق. لو دوسنا كنترول والقوس المفتوح ناحيه الشمال اللير بيطلع فوق. هنحدد الكين دول وبرده هندس كليك يمين وهنعملهم ايزي از وهنخش على الجراف اديتور. دلوقتي الحركه بتاعتنا بطيئه وبعد كده بتسرع وبتنزل تاني بالتدريج. لو حددنا النقطتين دول اللي هم اللي فيهم الكهين وجينا عند الضلع ده وسحبناه كده، اللي بيحصل ان الجراف بتاعك بيتغير بالشكل ده. ده معناه ايه؟ معناه ان هو سريع جدا كده وبعد كده هينزل هنا بطيء، يعني هنا كان سريع جدا بعد كده هينزل بطيء. لو جينا شغلنا كده نخفي دول بس عشان نشوف ده لوحده، هنلاقي ان هو مشي سريع جدا في الاول بعد كده بطيء. ولو جينا بصينا على المسافات بتاعته هنلاقي ان في نقطه هنا معناه ان هو في الحته دي بس كان ضيق، المسافه كانت ضيقه يعني كان بطيء، وبعد كده وسع اتسرع جدا وبعد كده رجع بطيء تاني. فالحته دي كلها هو مشي سريع بعد كده رجع بطيء تاني. لما نشغل ده اللي حصل، تمام. طب دلوقتي لو ظهرنا الثلاث لايرز مع بعض وجينا بصينا عليهم هنلاقي ان هما التلاتة بيبدأوا مع بعض وبيخلصوا مع بعض في نفس المكان، بس المختلف ما بينهم الفريمات اللي هي في النص. طب دلوقتي هنكرر الاول تاني وهنطلعه فوق وبعد كده نبدأ ننزله تحت بالشكل ده ونروح عاملين ايزي از. وبعد كده المرة دي بعد ما نحددهم كده بدل ما نسحب هنا لا نسحب العكس، هنيجي من هنا ونسحب بالشكل ده، تمام. ده معناه ان الحركه هتبقى بطيئه وهتيجي في الاخر هتروح مسرعه خالص. طيب انت هتعرف منين ان هو يبدا يسرع او يبطئ؟ يعني عند انهي فريم بالظبط؟ بص هتكبر بس البتاع ده عندك وهتجيب السهم بتاعك هنا، هتلاقي ان هو عند الفريم الثامن دي النقطه اللي هيبدا يسرع من عليها. طبعا لو زودت التايم بتاعك كل الكلام ده بيوضح اكتر، يعني خلينا كده نزود التايم بتاعنا نخليه مثلا 20، تمام. خدتوا بالكم كده وضحت اكتر. نخفي بقى كل دول ونشوف الاخير بتاعنا كده كان ماشي بطيء وبعد كده سرع في الاخر. ولو جينا بصينا على السبيسنج بتاع الفريمات هنلاقي ان هنا كان بطيء جدا، المسافات كانت ضيقه وبعد كده وسعت فكده بقى سريع، يعني هو بدا بطيء وبعد كده سرع، تمام. هنخفي دول بس كده عشان اشرح حاجه كمان. هنخش على الجراف اديتور هنا. حاجه تانية حابب اشرحها لكم انك انت اصلا ممكن تعمل التحريك بتاعك وتعمل كي فريمات جوه الجراف اديتور اصلا، يعني انت لو جبت البين تول وحطيت نقطه هنا كده انت عملت كي فريم في الحته دي، ونقطه هنا مثلا انت كده عملت كي فريم في الحته دي برضه. ممكن تعمل ايه؟ ممكن تجيب عادي السهم بتاعك وتبدا تحرك كده بالشكل ده وتبدا توسع كده، الكي فريم بتاعك بيتنقل، يعني النقط دي بتمثل الكي فريم، تبدا تعمل حركه بالشكل ده. لو رجعنا تاني للوضع العادي هنلاقي فعلا ان في كي فريمات اتحطت، يعني اللي انت حطيته بالبين تول هنا ده فعلا اتحط بره، فهمتوا الفكره؟ والعكس لو جينا نشغل كده هنلاقي ان هو واقف هنا حصل اكشن معين بين الكيهين دول وبعد كده الكيهين دول برضه حصل اكشن تاني، فهي دي الفكره. فدي كانت الجراف اديتور بكل بساطه، وده كان تطبيق للتايمنج والسبيسنج والسلو ان والسلو اوت في برنامج الافتر افكتس. وكمان عايز اقول لكم ان الجراف اديتور ده عباره عن اداه او تول انت بتستخدمها عشان خاطر تعمل السلو ان والسلو اوت، لكن هو مش الاساس، يعني هو مجرد اداه. يعني انت في الانيميشن التراديشنال ما بيبقاش عندك جراف اديتور بتقدر تتحكم فيه بالشكل ده، انت اللي بتعمل كل حاجه بنفسك، انت اللي بتعمل الجراف بتاع نفسك وانت اللي بتعمل الخط الباص بتاعك وبتحدد النقط اللي انت هتتحرك فيها. يعني خليني اوريكم كده على برنامج الادوب انيميت لو عايز تعمل حاجه زي كده مفيش جراف اديتور بتعمل ايه بالظبط. ده كده على برنامج الادوب انيميت مفيش جراف اديتور طبعا، لان هو تراديشنال انيميشن مش ديجيتال زي الافتر افكتس. الباص انا اللي برسمه بنفسي عادي، الباص ده اللي هو بيمثله الباص اللي هنا ده، تمام. وانا كمان اللي برسم المسافات بتاعتي، يعني هنا انا راسم المسافات ضيقه فانا هنا عايز الحركه تبقى بطيئه، وهنا المسافات واسعه فمعناها ان الكره هنا هتتحرك على الواسع يعني هتتحرك بسرعه. هي برضو نفس الكونسبت اللي هنا، هو كونسبت واحد لازم تفهمه وتطبقه على اي برنامج. لو انت فهمت الانيميشن هتعرف تتعامل على اي برنامج باي تولز. لو لاحظنا هنا هنلاقي ان الحركه بطيئه، ليه بطيئه هنا؟ عشان هو قعد عدد فريمات اكتر في حته صغيره. فلو جينا نشغل كده هنلاقي ان هو بيمشي بطيء واول ما بيجي هنا بيسرع وبعد كده بيبقى بطيء تاني ويسرع تاني. وبكده دي الفكره بكل بساطه. لو انت فهمت الفيديو كويس جدا يا ريت تقول لي تحت في الكومنتات عشان خاطر اعرف المعلومه وصلت لك ولا لا، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.